الامساك مؤلم ومتعب، بيتعب الجسم بالكامل، بيجهد العضلات، فبالتالي بيضعف الجسم، وتراكم الفضلات اصلا عندنا في القولون بيسبب الم وجع شديد في الحوض والاجناب، وايضا مع مرور الوقت وتراكم الفضلات داخل القولون قد يصل الى الالتهابات الشديده. ولكن الاجمل تعالوا اعرفكم في حلقه النهارده افضل واقوى الطرق العلاجيه اللي بتساعد بشكل سحري للتخلص من المشكله دي من الاساس، واصلا كمان هقول لكم ايه اصلا سبب المشكله علشان نقدر نحلها من الاساس. فعلشان نعرف كل التفاصيل بعد اذنكم ركزوا معايا جدا جدا، انها تكون حلقه مهمه قوي ومفيده. والامساك هو مشكله شائعه، عدم قدره الجسم على التعامل وهضم فضلات الطعام بشكل سليم وبصوره صحيحه والتخلص منها بسرعه كافيه. اشهر الاعراض للامساك البراز، بيكون متحجر جاف زي وجود كده كتل صلبة في البراز صعب خروجها من الجسم. الحاجة التانية وجود أقل من 3 حركات للأمعاء في الأسبوع، ده بيدل على الإصابة بالإمساك. الحاجة التالتة الشعور بالامتلاء والانتفاخ وعدم القدرة على تفريغ الأمعاء بالكامل، ولكن من المهم والضروري تحريك الأمعاء، لأن لو كنت مصاب بالإمساك فحيث بيبدأ فضلات الطعام الموجودة داخل القولون تتراكم فيها، وبالتالي ده ممكن يسبب لك التهاب الأمعاء، التهاب القولون، البواسير، الشرخ الشرجي، وأيضا قد يؤدي إلى تلف عضلات قاع الحوض اللي بتكون ناتجة عن الإجهاد الشديد. ولكن علشان نقدر نحل المشكلة دي من الأساس لازم نعرف إيه هو أصلا سبب المشكلة الحقيقي والجذري، لأن لو كل واحد قاعد يعالج الأعراض اللي عنده بصورة مختلفة وسايب السبب الحقيقي والسبب الجذري يبقى كأنه كده بيضيع وقت ومجهود وفلوس على الفاضي. فمن المهم والضروري تعرف سبب مشكلة الإمساك. وسبب مشكلة الإمساك بتختلف من شخص للتاني، وأول سبب هو بيكون التصلب أو تحجر الفضلات، لأن ربنا سبحان الله خلق جوانا القولون فايدته بيعمل إيه؟ بيمتص الماء علشان يساعد على تليين الجهاز الهضمي ويسهل عملية الخروج الفضلات بره الجسم، لأن لو ما حصلتش الجزئية دي فبالتالي كده الفضلات هتكون متصلبة ومتحجرة داخل القولون ومش قادرة تخرج بره الجسم. وأسباب تصلب وتحجر الفضلات بتنقسم إلى 3 أجزاء. أول سبب إن أنت بتاخد مدرات بول كتير وسببت لك جفاف. السبب الثاني أنا باخد نوع معين من الحديد وسبب لك المشكلة دي، ولكن تقدر تستبدله بنوع اللاكتوفيرين. السبب الثالث قلة شرب المية، والمية احنا بنقول بيزك AB طبعا للجسم، فلو جسمك ما كانش فيه مية وحصل فيه جفاف فبالتزامن مع الجسم الجسم هيعمل ايه؟ هياخد المية من القولون ويعمل اعادة امتصاص، فبالتالي كده الفضلات هتتحجر داخل القولون، لان لو كان في ترويه سليمه وصحيه داخل الجسم من الميه اصلا المشكله دي مش هتحصل من الاساس. ولكن لحسن الحظ في طرق علاجيه قويه وجباره بتساعد بشكل نهائي ان التخلص من مشكله الامساك. رقم 1 ماء الليمون. كل هتقوم بيه هتقوم بعصره ليمونه كامله على لتر من الميه وتشربه طول اليوم، ده من العلاجات الفعاله لمشكله الامساك، حيث بيساعد فيتامين سي على جذب الميه من الامعاء تليين البراز، وبيحسن حركه الجهاز الهضمي وبيساعد في تحفيز حركه الامعاء، لان من احد اسباب مشكله الامساك هو قله حركه الامعاء. مع التقدم في السن حركه الامعاء بتقل، ولكن ماء الليمون بيساعد على تحفيز حركه الامعاء. ايضا حمض الستريك الموجود في ماء الليمون بيساعد على تحطيم وتكسير الاطعمه اللي بتاكلها من اجل عمليات هضم افضل. رقم 2 مخلل الملفوف، وده نوع من الملفوف المخمر الغني جدا بالبكتيريا الصديقه والبكتيريا النافعه اللي بتسمى البروبيوتيك، اللي بيكون لها عده خصائص علاجيه قويه جدا. رقم 1 بتساعد في تقليل انتاج الغاز. رقم 2 بتساعد على تكسير وتحطيم النفايات او الفضلات في القناه الهضميه. رقم 3 بتعزز مستويات الاسيتايلكولين، ودي ماده كيميائيه بتسبب ضغط العضلات القولون بقوه اكبر، ولذا بتساعد على اخراج الاطعمه المهضومه بسهوله اكبر وبسرعه كبيره. ولذا نصيحتي ليك استهلك يوميا مخلل الملفوف لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي الاساسيه. رقم 3 خلي التفاح عدوي. فالفرض في تناول السكريات والحلويات والسكر الصريح والوجبات السريعه، الأطعمة دي كلها بتضعف حمض المعدة اللي قد تؤدي إلى مشاكل عسر الهضم وحدوث
الامساك. فلو انت فعلا كنت بتعاني من الامساك وعسر الهضم وحرقة المعدة، ارتجاع حمض المعدة او ارتجاع المريء، فده كله بيدل على مشاكل في حمض المعدة، فتقريبا هنا عندك حمض المعدة اكثر قلوية، وطبعا ده بيخليه ضعيف جدا، اقل قدرة على الهضم وتكسير الطعام على مستوى المعدة. ولكن لسوء الحظ في اغلب الاوقات بيتم وصف مضادات الحموضة على أساس إن هي حاجة هتحل المشكلة، ولكنها دي بتقلل حمض المعدة جدا، بتخليه أكثر قلوية. ليه؟ علشان بتعمل على تقييد العصارات الهضمية اللي أصلا بيكون ليها دور مهم جدا. ولكن أنا عايز أنصحك، لو أنت عايز ترفع وتعزز من مستويات حمض المعدة، أنصحك بملعقة خل تفاح كبيرة على كوباية مية، تشرب المشروب ده قبل كل وجبة، هيرفع معاك ال HSL اللي بيساعد على تحفيز اطلاق الانزيمات الهضميه من البنكرياس، اللي اصلا كمان بيساعد على خروج الفضلات، فبالتالي بيخلصك من مشكله الامساك. ايضا كمان مع رفع مستويات حمض المعده بيساعد على تكسير الكاربس اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والدهون بشكل افضل، علشان بيساعد على تحفيز اخراج الصفرة من المرارة، وكمان اطلاق الانزيمات الهضمية من البنكرياس. رقم 4، المكسرات النباتية. معناه ايه الكلام ده؟ من ضمن اسباب مشاكل الامساك، لو انت كنت بتاكل المكسرات نيه، ده من احد الاسباب، لان المكسرات النيه بتحتوي على مثبطات الانزيم اللي بتبطئ عمليات الهضم، وايضا المكسرات النيه بتحتوي على كتير من الالياف غير قابله للذوبان، فبالتالي بيكون هضمها مستحيل او صعب. ولكن كل اللي عليك بتعمله انك بتنقع المكسرات في الميه طول الليل، وتجففها بعد كده في درجات حراره منخفضه داخل الفرن، فبالتالي ده بيخليها سهله التحلل في الجهاز الهضمي، وبيخفف من مشاكل الامساك. رقم 5، الافوكادو. فاكهه قويه جدا، مصدر غني جدا بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والدهون الصحيه غير المشبعه والالياف. من حيث عنصر المغنيسيوم، هو مهم جدا وضروري علشان بيريح العضلات المحيطه بجدار الامعاء، اللي قد تؤدي الى تسريع عمليات الهضم من خلال دفع البراز عبر الامعاء. بالاضافه كمان ان فاكهه الافوكادو غنيه جدا بالدهون الصحيه غير المشبعه، اللي بتساعد على تحسين صحه القلب ومستويات الطاقه. بالاضافه كمان ان فاكهه الافوكادو مصدر غني جدا بالالياف، اللي بتلعب دور مهم جدا في تحسين صحة الجهاز الهضمي، بتساعد على زيادة البراز وتليينه، فبالتالي ده بيسهل عمليات الهضم. بالإضافة كمان إن فاكهة الأفوكادو غنية جدا بالبوتاسيوم، اللي بيساعد على تنظيم حركة الأمعاء، تنشيط الدورة الدموية في الجسم، فلذلك تناول فاكهة الأفوكادو بيساعد بشكل كبير في الوقاية من الإمساك. وبفكرك قبل ما تنسى، لو فعلا بتستفيدي من كل فيديوهاتي، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل، وتشاروا الحلقة دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو حضرتك كنت لسه جديد أو مرة بتشرفت في القناة، أهلا وسهلا بحضرتك، انزل تحت عند علامة الاشتراك أو السبسكرايب، اضغط عليها، هتلاقي كده جنبها علامة الجرس أو زر التنبيهات، اضغط علامة الكل علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي بقدمها أول بأول. رقم 6، القهوة أو البلاك كوفي. وطبعا كتير من الأشخاص بتحب القهوة. كوب يوميا في الصبح على معدة فاضية من الوسائل الفعالة للحد من مشكلة الإمساك. القهوة بتحتوي على مركب الكافيين اللي بيساعد على تحفيز حركة الأمعاء، بيعزز عملية التبرز، وأيضا مركب الكافيين بيعزز النشاط العضلي في الأمعاء الكبيرة والصغيرة، مما قد يؤدي إلى عملية تبرز أكثر سلاسة. بالإضافة كمان أن مركب الكافيين والبوليفينول بيساعدوا على تقلص العضلات في الأمعاء، ولكن تناول القهوة أو شرب القهوة بحد الاعتدال وليس الفرط، كوب أو بالكتير قوي كوبين في اليوم، عشان طبعا ممكن الفرط فيها يؤدي إلى تأثيرات عكسية. رقم 7، البوتاسيوم. ومع سوء الهضم بيبقى فيه امتصاص أقل من المعادن اللي بتعتبر مهمة وضرورية وأساسية لصحتنا، ولذا تناول سترات البوتاسيوم مهمة، بتساعد في التخلص من مزيد من الفضلات في الجسم، وأيضا بتساعد على تعزيز امتصاص أهم العناصر الغذائية في الخلايا زي اللي موجودة في الأطعمة، وتحديدا زي الأفوكادو اللي بيعتبر من أغنى المصادر للبوتاسيوم. رقم 8، منتجات الألبان. وطبعا في اللي قد يتفق وفي اللي قد يعارض، ولكن الموضوع ده بيختلف من شخص للتاني، لأن أكتر من 65% من سكان العالم بيعانوا من صعوبة هضم سكر اللاكتوز اللي بيكون موجود في منتجات الألبان زي الزبدة والقشطة وحليب البقر والجبن. ولكن إذا لاحظت انتفاخ عسر هضم وإمساك
بعد تناولهم، فانت هنا محتاج منتجات خاليه من سكر اللاكتوز، وافضل حاجه زي البان الماعز والغنم بتكون اسهل في معالجه الجسم من حليب او من منتجات حليب البقر. وايضا تناول الزبادي اللي بتعتبر مصدر غني جدا بالبروبيوتيك، بالبكتيريا الصديقه او البكتيريا النافعه اللي بتسهل عمليه الهضم السليم، وكمان بتقلل من حدوث مشكله الامساك. رقم 9، زيت الزيتون البكر الممتاز اللي بيعتبر من احد العلاجات القديمه لعلاج مشكله الامساك. اول حاجه ان هو بيساعد على تليين الامعاء من الداخل، ايضا بيخلي البراز بيحتفظ بكميه اكبر من الميه، فبالتالي بيخلي البراز كده اكثر ليونه واسهل في الاخراج. ولذا يوصى بتناول ملعقه او ملعقتين كبار من زيت الزيتون البكر الممتاز على معده فارغه. رقم 10، املاح الصفراء او احماض الصفراء، ده سائل مهم جدا بيصنعه الكبد والمراره علشان يساعد على تليين القولون، هضم الدهون، وامتصاص اهم العناصر الغذائيه اللي بتكون ذائبه في الدهون زي فيتامين الف وفيتامين ه وفيتامين د وفيتامين ك. ولكن لسوء الحظ كتير من الاشخاص بتعاني من انخفاض افراز مستويات الصفرة في الجسم، وده بسبب تباطؤ المراره او الكبد الدهني، وده بيرجع بسبب زياده الوزن او السمنه، ولذا قد يؤدي الى زياده سماكه الصفرة اللي قد يسبب تراكم براز جاف في القولون مما يجعل خروجه صعب. ولو كنت دايما معتمد على تناول المضادات الحيويه ومضادات الحموضه اللي بتعتبر من احد واكبر اسباب حدوث مشكله الامساك اللي قد تؤدي الى ضعف حمض المعده بتخليها اكثر قلويه، وهنا المعده مش هيكون عندها القدره على معالجه الاطعمه الدهنيه بشكل صحيح. ولذا نصيحتي ليك حاول تتناول مكملات الصفرة او املاح الصفرة ممكن مع الطعام او بعد الوجبة، ده هيساعد بشكل كبير المرارة في تكسير الدهون، وكمان هيخلي البراز كده اكثر سهولة ان يخرج بره الجسم، وكمان هتسهل عملية الخروج خلال الامعاء. رقم 11، زيت الحبة السوداء المعصور على البارد بيعتبر اقدم واقوى الطرق الطبيعية الفعالة. ليه؟ لاحتوائه على نسبة عالية جدا من مضادات الاكسدة والفيتامينات اللي بتساعد على تحفيز البنكرياس انه يطلق مزيد من الانزيمات الهاضمة اللي بتهضم الطعام بشكل افضل والتخلص من الامساك. رقم 12 والاخيرة، التمارين. ممارسة بعض التمارين البسيطة زي المشي لمسافات طويلة، سواء كان المشي كده بحركات متوسطة او بحركات سريعة، وطبعا الافضل بالحركات السريعة. ليه؟ بتسرع من عملية التمثيل الغذائي اللي هي الميتابوليزم والمساعدة على الهضم. ايضا بيؤدي الى ضخ القلب بشكل اسرع، فبالتالي يبقى فيه كمية دم بتتدفق بشكل اكبر لعضلات الامعاء، وفعلا انت هتشعر بقضاء حاجتك بعد ممارسة التمارين الرياضية بعشر دقائق. جرب بنفسك وقول لي. واكيد في سؤال جه في بالكم دلوقتي، هو انا يا دكتور هعمل كل الطرق دي كلها او هاخد كل الحاجات دي كلها؟ اكيد لا طبعا، شوف الانسب لحالتك الصحيه واستخدمه. وفي النهايه بتمنى لكم من كل قلبي حياه صحيه خاليه من اي امراض ومشاكل صحيه. بي هابي اند هيلثي. بس كده كنت وصلت لحد نهايه الحلقه، اتمنى من كل قلبي لحضراتكم الصحه والسلامه. لو استفدتم الحلقه دي ومهتمين بمواضيع تانية كتير، يا ريت ما تبخلوش عليا باللايك الجميل وتشاروا الحلقه دي في كل مكان علشان غيركم يستفيد. ولو كان عند حضراتكم اي اسئله واستفسارات بخصوص الحلقه دي ولا حلقات قبل كده قديمه فاتت، اكتبوا لي كل اسئلتكم تحت في التعليقات، وانا اكون مبسوط جدا وسعيد بالرد على اسئلتكم. ولو في اقتراحات من حضراتكم انا تحت امركم، واشوفكم على خير الحلقه اللي جايه.